صباح الخير متابعي فقرة حياتك والطقس من طقس العرب، وأهلا وسهلا بالمتابعين اللي انضموا لنا من جديد. نهار اليوم الثلاثاء بإذن الله بتنخفض درجات الحرارة قليلا مقارنة بيوم أمس الاثنين، ولكن تبقى أعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، وأيضا تستقر الأجواء في عموم مناطق المملكة بإذن الله. أما كيف رح يأثر هذا الطقس على نشاطاتنا اليومية؟ اليوم الجلسات الخارجية فكرة جيدة، وغسيل السيارات وأيضا نشر الغسيل اليوم الأجواء ممتازة لمثل هاي النشاطات. واللي حابين نروح على البحر الميت الأجواء جيدة باستثناء السباحة بسبب برودة المياه طول فترة الشتاء. وتسوق اليوم فكرة ممتازة، وطبعا بتضلها فرصة وجود الناموس في الجو ضعيفة، ولكن هناك احتمالية لوجود حشرات أخرى مثل الذباب، فبدي منكم تحرصوا على أنكم تتركوا الأبواب والنوافذ في المنازل مغلقة بإحكام. طبعا رح تضلها صحتنا متأثرة طول فترة الشتاء في الأمراض الموسمية، فطبعا بدي أنصحكم أنكم تتناولوا كثير من السوائل والأطعمة اللي بتطرد الفيروسات، وأيضا بتحتوي على فيتامينات وخصوصا فيتامين سي. اللي بيعانوا من الربو اليوم كونه بإذن الله ما في أي فرصة للغبار في الجو، اليوم رح تكون فرصة تأثركم ضعيفة. ولكن اللي بيعانوا اليوم من الروماتيزم رح تكون فرصة تأثركم في هذا الطقس عالية، فابعدوا عن الأجواء الباردة إن وجدت مباشرة. الرياضيين اليوم اللي حابين يمارسوا هواياتهم الرياضية في كافة أشكالها، اليوم الأجواء بتسمح لكم لمثل هاي النشاطات في ساعات النهار، ولكن خلوا معكم دائما جاكيتات احتياط، طبعا الاحتياط واجب. بالنهاية بدي أذكركم متابعينا تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من طقس العرب. إلى هنا بدي أتمنى لكم نهار جميل ودافئ، إلى اللقاء.